وبنكمل مع حضراتكم مشاهدينا من جولتنا من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ومعنا دلوقتي المهندسة منى عبد السلام نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة. خلينا نتكلم معاها ونعرف منها معلومات أكتر. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. لو احنا اتكلمنا عن أعمال التنسيق والطرق في العاصمة الإدارية، حضرتك تدينا نبذة. وزارة الإسكان بتقوم ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ مجموعة من المحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة. مجموعة محاور منها محور بن زايد الجنوبي، ويعتبر شريان رئيسي بيربط ما بين الطريق الأقليمي والطريق الدائري الأوسطي، ومجموعة من الشرايين الهامة زي محور 90 الجنوبي والتسعين الشمالي، مجموعة من محاور الحي الرئاسي والحي الحكومي والممشى الجانبي للنصب التذكاري، مجموعة من الميادين الهامة اللي بتتميز بعناصر معمارية مميزة. فيها عناصر من الحاجات المميزة المهمة في المحاور، الممشى الجانبي لكل محور بيبقى فيه مجموعة من عناصر الفرش الهامة المربوطة بالشبكة الذكية، زي أماكن انتظار سيارات، شحن سيارات، خدمات عامة، عناصر جمالية مميزة، أماكن ترفيهية، مساحات خضراء. طب إحنا لو اتكلمنا عن لاندسكيب والمساحات الخضراء في العاصمة الإدارية، نفذتوها إزاي؟ أولاً الرسومات بيبقى فيه رسومات تصميمية بتيجي للجهاز من مكاتب استشارية مميزة، وبيقوم الجهاز بتنفيذها من خلال شركات مقاولات. طبعا زي ما انا قلت لحضرتك، العناصر اللي موجودة في اللاندسكيب كلها صممت لتحقيق عناصر التنمية المستدامة، ودي من العناصر المميزة اللي بتميز العاصمة الإدارية دونها عن المدن الجيل الرابع. مش مهندسة منى، ممكن توصف لنا يعني ايه هي عناصر تكوين الطرق الرئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة؟ يعني انا ممكن مثلا ندي مثال محور بن زايد الجنوبي. عندي مثلا محور بن زايد الجنوبي ده عرضه حوالي 12 كيلو، بيتكون من جزيرة وسطى عرضها 12 متر، جزر جانبية حوالي تقريبا عرضها حوالي 5 أمتار، عندي ممشى جانبي على جانبي الطريق، كل ممشى يتراوح عرضه من 15 إلى 25 متر. الميزة في المحاور دي كلها إن الممشى الجانبي بيعتبر متنزه ترفيه لوحده، يعني ممكن وانتي نازلة مثلا من بوابة عند مسجد الفتاح العليم لغاية الكاتدرائية، ممكن هتقابلك زي مش متاحف لكن منطقة خضراء فيها عناصر معمارية مميزة مش موجودة في أي مكان تاني، فيها لوحات معمارية جميلة، فيها أماكن خدمات كتيرة قوي، ممكن يعني أسرة تنزل يبقى يعني فيها أنا ليها ممكن أنزل أتمشى بالزبط. يعني أنا لو رسمت الحياة مع حضرتك النهاردة في الشارع وفي العاصمة الإدارية، هنزل أتمشى ألاقي خدمات طول الطريق، صح كده؟ بالضبط. النهاردة في العاصمة الإدارية احنا بنحافظ على المدن المستدامة أو الاستدامة، تنمية مستدامة. تنمية مستدامة. أنا بشكر حضرتك جدا وبشكرك على مجهودك، وإحنا سعداء جدا إن إحنا متواجدين معاكم النهاردة في العاصمة الإدارية. أنا أسعد يا فندم. بشكرك. مرسي ليكم.